أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك في مؤتمر صحفي عالمي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وخلال المؤتمر تم الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم، بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم، حيث يبلغ إجمالي مساحته 500 ألف متر مربع، يعرض فيها حوالي 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية.